سنة جديدة مليانة بالأخبار اللي بنتمنى أنها تكون خفيفة على حضراتكم، لكن الحكومة بدأتها بارتفاعات في الأسعار نتيجة التضخم الموجود في مصر أو حتى إقليميا أو حتى على مستوى العالم. هنتكلم في الأسعار بشكل متوسع شوية. هنبدأ بالمصرية للاتصالات اللي رفعت أسعار الإنترنت الأرضي بزيادة وصلت تقريبا ل 40% في بعض الأحيان اعتبارا من يوم 5 يناير القادم، ويأتي هذا الارتفاع طبعا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى مما يضع مزيدا من العباء على المواطنين. المصرية للاتصالات نفسها رفعت أسعار خدمات المحمول يوم 31 في الشهر، يعني من يومين أو من 3 أيام برضو رفعت، نتيجة برضو زي ما بقول لحضراتكم ارتفاع التضخم. جت النهاردة رفعت أسعار اللي هو الإنترنت الأرضي. طيب عندنا خبر تاني متعلق بنفس الموضوع، بيقول لك تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن ونائب المواطنون يواجهون أعباء اقتصاديا. تقدمت شركات المحمول بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول، وتمت الموافقة على طلب شركات المحمول بزيادة جديدة بنسبة 10%، ولم تقدم الحكومة تفسيرا واضحا للسبب وراء الموافقة على الزيادة الجديدة. ومن جهته طالب النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، طلب طبعا من الحكومة بشرح أساليب الموافقة أو أسبابها على الزيادة الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون. هو بس الفكرة في الموضوع أن الزيادة هتقر لأن هذا أمر حتمي، يعني هات كده أي دولة في العالم مع بداية عام 2024 هتلقى الحاجات فيها زادت، سواء نتكلم عن السلع والخدمات والحاجات اللي بتستهلك بشكل يومي أو حتى عن الخدمات اللي زي كروت الشحن أو الإنترنت أو غيره، ضريبة العربية، الحاجات دي كلها زادت، أي دولة في العالم بتزيد فيها الحاجات دي. لكن الفكرة أنه بيبقى الدخول بتضاهي هذه الأمور، الدخول المرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتضاهي بشكل أو بآخر هذه الزيادات. يعني من الآخر واللي بيتقال دايما أن الحكومة اللي بتدولك باليمين بتاخده منك بالشمال، وده موجود في كل العالم بنسب متفاوتة، لكن الفكرة عندنا أن الزيادة اللي بتضاف على المرتب سواء في القطاع العام الحكومي يعني أو حتى القطاع الخاص لا تضاهي إطلاقا حجم الزيادات التي تضاف على الخدمات المختلفة. هي دي بس المحك، لكن أن الحاجات هتزيد هتزيد، ولسه هنقول أخبار زيادات في سلع أخرى موجودة والناس بتتداولها بشكل كبير في السوق، فالزيادة طبيعي أنها هتحصل، لكن محتاجين مرتبات أو فلوس للناس تضاهي هذه الزيادات المختلفة. ندخل على خبر ثاني متعلق أيضا بالزيادات، بيقول لك بواقع 3350 جنيه زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم بمصنع السويس للصلب. أعلن مصنع حديد السويس زيادة في أسعار الحديد بقيمة 3350 جنيه للطن بداية من يناير 2024، ومن المتوقع أن تعلن باقي المصانع عن زيادات مماثلة بسبب الضغوط التي تتزايد على المصانع والتجار نظرا لتراجع حركة المبيعات. خلينا برضو في الحديد، مصنع عز يشعل أسعار الحديد في مصر ويرفع الطن 3500 جنيه مع بداية سنة 2024. متن الخبر قال لك أعلن مصنع حديد عز الأكبر إنتاجا ومبيعا في مصر عن زيادة في أسعار طن الحديد، حيث ارتفعت بمقدار 3500 جنيه للطن في يناير الحالي. طيب برضو عندنا برضو زيادة تاني في الحديد بشيل الصلب، ترفع أسعار الحديد اليوم 1100 جنيه للطن. ده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم استمرارا للزيادات، أعلن المصنع عن ارتفاع قيمة الطن 1100 جنيه. طيب اللي الحديد زي أي سلعة زي ما بنقول برضو حصل فيه زيادات متفاوتة. الحديد الأكثر استهلاكا في مصر أو الأكثر جودة نقدر نقول عليه اللي هو حديد عز، أحمد عز اللي هو بتاع الحزب الوطني المنحل. الحديد ده زاد الزيادة عليه كانت كبيرة قوي، مختلفة عن الزيادات الأخرى، يعني الحديد بيقول لك تراوحت الزيادة في الطن الواحد ما بين 1100 وال 6000. شوف الرينج، المسافة البينية ما بين الحاجتين كبيرة قوي. بنتكلم إن في طن حديد زاد 1000 جنيه، خلينا في ال 1000 وسيبك من ال 100، وفي طن حديد زاد 6000 جنيه. طب هو الحديد كان بكام؟ الأسبوع اللي فات احنا كنا بنتكلم على الحديد وكان سعره تقريبا وصل ل 39000، الأسبوع اللي قبله كنا بنتكلم في الحديد الطن الواحد طبعا. كنا بنتكلم في الحديد كان سعره تقريبا كان 38 وكسور. فأنت لما تتكلم عن 6000
يعني بتتكلم 39، حط بقى 6000 يعني بتتكلم تقريبا في 45000. طب خلينا نتكلم في المتوسط، يعني سيبك من حديد عز، المتوسط بتاع الموضوع من 39 بنتكلم في 3000 تقريبا زياده في الطن، يعني 3000 يعني بنتكلم في 42000. ودي الاسعار اللي هي لها القنوات الحكومية أو الصحف القومية والصحف برضو غير القومية، ده الرينج اللي بنتكلم فيه في أسعار الحديد. طب ده كتير ولا قليل؟ لا ده كتير، يعني لسه كنت بقول لحضراتكم عن موضوع كرة الشحن وموضوع الانترنت إن هو الطبيعي إن هو هيزيد، بس لازم المرتبات تزيد. لكن الحديد كتير في الحديد، كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات برضو بنقول إن في انخفاض أو ارتفاع في أسعار الحديد حسب ما ذكرت الصحف، وتقريبا كانت صحيفة المال جريدة المال بتقول انه انخفاض 150 جنيه في سعر الطن. كنا ايامها بنقول الطن ب 39000 لو حضراتكم فاكرين ورجعوا للحلقات. فقلنا ال 150 زياده او نقصان مش حاجه، وانا ساعتها كنت قاعد هنا وكانت قاعده جنبي سلام، فبقول لها 150 و200 و300 وحتى سقفنا 500 مش حاجه في الحديد، لان اللي هيجيب طن الحديد ب 39000 هيقدر يدفع ال 500 وال 1000 بالمناسبه ويكملها 40000. هتضايقه شويه. لكن مش هتعجزه، هتخليه يعرف يشتري برضه. لكن لما بنتكلم في متوسط 3000 وبنتكلم في المينيمم اللي هو الحد الادنى 1000 او 1100 وبنتكلم في الماكسيمم اللي هو الحد الاقصى 6000، لا ده هامش كبير. انا النهارده بشتري الحديد ب 39 اروح اشتريه بكره ب 45000، حتى لو دخلنا في السنه الجديده او دخلنا في 100 سنه هامش كبير، هامش يتعب لما تبص عليك نفسك تسد تقول لا انا مش هشتري حديد خلاص مش باني دلوقتي، فاهم؟ والكلام ده بيتم برضا الحكومه بضوء اخضر، يعني مصانع احمد عز مش هتزود ال 6000 على الطن الا ما تكون واخده ضوء اخضر من الحكومه، ومصنع بشاي وغير بشاي مش هيزود ال 3000 الا ما يكون واخد ضوء اخضر من الحكومه، واللي بيزود 1100 برضه واخد ضوء اخضر من الحكومه، لان التضخم طاير كل شيء. ده هياثر، اتكلم بقى على التداعيات والتبعات، التبعات هيأثر على أسعار الإيجارات، هيأثر على أسعار التمليك، عايز تشتري لك شقة، تشتري لك بقى أنت غني شوية تشتري لك فيلا، عايز تصيف بقى تشتري لك شاليه أو حتى تأجر، ده هينعكس بشكل مباشر على هذه الأمور، هي دي المصيبة الكبيرة في الموضوع. طيب خلينا نخرج من الحديد شوية ونروح لموضوع تاني متعلق أيضا بارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري. المصدر في الشهر العقاري انه فتره النصف الاول من سنه 2024 هتكون فيها زيادات في رسوم تسجيل السيارات سواء كانت اجره او ملاكي، وفي رسوم نقل الملكيه بين الافراد. واكد المصدر ان وزير العدل عمر مروان وافق على الزيادات وهيبدا تطبيقها قريبا. طب كام الزيادات؟ ما قالوش الرقم، لكن لما دورنا في المواقع المختلفه لقينا ان الزياده هتكون 5 أضعاف زيادة التسجيل العربيات ونقل الملكية، ملكية عقار لعقار، الملكية نقل الملكية بنقله من واحد لواحد، هتزيد 5 أضعاف. كان ب 100 هيبقى ب 500، معرفش بكام هو. كان ب 500 اضرب في 5 هيبقى ب 2500، كان ب 1000 هيبقى ب 5000، كان ب 5000 هيبقى ب 25000 لنقل الملكية. واخدين بال حضراتكم؟ 5 أضعاف كتير برضه. ما هو في حاجات منطقيه نحن نقول عليها منطقيه وفي حاجات غير منطقيه. المنطقي قلنا عليها منطقي، الغير منطقي الحديد. وغير منطقي ايضا زياده 5 أضعاف موضوع الشهر العقاري ونقل الملكيه ومش عارف ايه. وكانك بتقول لواحد ما تنقلش ملكيه العقار، خليه عليك احسن. ترخيص السياره ما تعملوش او ما تنقلش ملكيه العربيه العربيه. الحاجات العاديه اللي احنا في حياتنا بنعملها دي ما تعملهاش، ليه؟ لانه هتدفع 5 أضعاف. كتير؟ كتير 5 أضعاف.